الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحبة اللي موجودين معنا بالكنيسة المباركة ويلي عم بتشوفونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعالم كله سوا، تحية لإلكن بالرب يسوع. ببلش الإنجيل وبيقول يسوع يشبه ملكوت السماوات. السؤال اللي بينطرح، شو يعني ملكوت السماء؟ ويسوع بيحكي عن ثلاث أنواع من الملكوتات. بيحكي عن ملكوت السماء، وبيحكي عن ملكوت المسيح، وبيحكي عن ملكوت الله. فشو هو الفرق بين هالملكوتات الثلاثة؟ ملكوت السماء بيعني الكنيسة، وبالكنيسة منشوف إنه في كل أنواع الناس. يعني بيقول الكتاب المقدس يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، 5 حكيمات و5 جاهلات. كمان بمحل تاني بيقول يشبه ملكوت السماوات صياد راح كب الشبكة تبعيته، جمعت كل أنواع السمك، في منهم السمك المنيح وفي منهم السمك العاطل. يشبه ملكوت السماوات ملك، وهالملك هيدا في عنده عبد، وشفنا الطريقة يلي عاملوا فيها، وشفنا من ميلة تاني العبد كيف عامل خيو العبد التاني. فإذا بالكنيسة يلي هي المرحلة الأولى يلي نحن منعيشها، يلي هي ملكوت السماء يلي نحن عم نتحضر لإله، بيقدر الإنسان إنه يكون شخص بار ويطلع هالإنسان هيدا من ملكوت السماء يلي هو الكنيسة، ويكون هو قريب من الله. أو بيقدر هالإنسان هيدا بالنهاية بالوقت يلي بده يوقف فيه قدام الله، هالإنسان هذا يكون شخص عم يندهن. مشان هيك نحن لما منصلي بحياتنا وقبل ما نبلش بالصوم منصلي لثلاث أنواع من الناس. منصلي أول شيء للكهنة، ولما منصلي للكهنة منصلي للكهنة المتوفين، هالأشخاص يلي ربنا أعطاهم رسالة، وهالرسالة هيدي إنه يكونوا هن قادة عم بيقودوا الناس على طريق الحق حتى ربنا يكون عم يستقبلهم بملكوته السماوي. والنوع الثاني من الناس منصلي للموتى المؤمنين يلي هن أهلنا يلي فلوا من هالدنيا. والنوع الثالث من الناس منصلي للأبرار والصديقين. الأبرار والصديقين هن الأشخاص يلي انتقلوا من ملكوت السماء ووصلوا بملكوت الله، إنما هالأشخاص هودي لم يعلنوا قديسين، إنما هن قديسين بملكوت يسوع وبملكوت الله الآب. فإذا إخوتي الأحبة بحياتنا نحن يلي عم نعيشها، نحن بحالة صراع مستمر وبحالة حرب مستمرة. في الشخص يلي بيقدر إنه يكون مع الله، وحياته لما بيقدر إنه يعيشها على هالعالم وبهالعالم بيقدر إنه يكون مع الله ولا الله، أو بيقدر إنه يكون للعالم وماشي مع العالم. وعلى طول أنا بقول إنه هالصراع يلي عم بيعيشه الإنسان بحياته هو صراع مستمر، هو صراع يومي. يعني كل واحد منا بحاول على هالأرض إنه يعيش، بيقول لك بدي أعيش، مين بدي ورد، بدي أعيش. وبالطريقة يلي بده يعيش فيها هالإنسان هيدا منشوف إنه مرات كثيرة يمكن بنمشي بطريق الغلط، مرات كثيرة الإنسان بيخطي، مرات كثيرة الإنسان همه الوحيد إنه يكون معه مصاري، همه الوحيد إنه يكون في عنده بيت، همه الوحيد إنه يكون عنده سيارة، همه الوحيد إنه يجمع ثروة. وكل شيء عم بينبش عليه، وهيدي الثروة اللي عم بينبش عليها بيحكي عنها يسوع المسيح وبيقول لك إنه هالثروة هيدي اللي أنت عم بتنبش عليها هي ثروة أرضية. هالثروة الأرضية هيدي فيها سوس وفيها سرائين وفيها أشخاص ممكن إنهم يسرقوها. اكنز لك كنوز فوق بالسماء،
والكنوز يلي انت بدك تكنز لها فوق بالسماء هي كنز لا في سرقين ولا في حراميه ولا في سوس بيقدر انه يدخل عليها. فاذا نحن بحياتنا الارضيه يلي نحن عم نعيشها نحن بحاله صراع. نحن بحاله صراع نطلب من الله شيء ومنطلب من الناس شيء. يعني كل شيء بدي اياه انا من الله بدي اياه لالي، وكل شيء بدي اياه من الله حتى اشوفوا صلاتنا شو هي. يعني كل الوقت بقول له يا ربي بدي كذا وبدي كذا واعمل لي كذا وبدي كذا وبدي كذا، بس ولا مره او قليل جدا المرات يلي نحن بنقول انه انا اليوم بدي كرس صلاتي كرمال الشخص الفلاني، لانه في شخص ما منه معرف على الله. هالشخص هيدا يلي منه معرف على الله انا بدي اطلب من الله انه يلاقي طريقه يعرفوا علي لهالشخص هيدا. فعلى طول الانسان عم بيكون بصلاته اناني، بعيشه على الارض هو اناني، بعيشنا نحن على الارض في المصلحه، بكل شغله بحياتي في المصلحه، كل شغله انا بعملها على هالارض في لها مصلحه. انا بتعلم ليش؟ لانه في مصلحه من خلال العلم. انا بتزوج ليش؟ لانه في مصلحه من خلال الزواج. صحيح انه انا بدي ربي عائله، بس انه انا في مصلحه، لانه انا اذا ما تزوجت بيقولوا عني عنست، لانه انا اذا ما تزوجت بيقولوا عني انه انا ما حدا اخذني. فاذا على طول كل شيء بحياتي اذا بتفكروا بتشوفوا انه كل شيء بحياتي في المصلحه، انما المصلحه الارضيه. فاذا نحن مدعوين انه المصلحه يلي بدنا نسعى لها هي تكون مصلحه سماويه، مصلحة سماوية بلقائي مع يسوع المسيح، بعيش مع يسوع المسيح، بحبي ليسوع المسيح. مشان هيك العيش على الأرض ما بيشبه العيش اللي نحن بدنا نعيشه مع يسوع. مشان هيك يسوع إجا وغير، قالنا قيل لكم أما أنا فأقول. فإذا ما قبل يسوع المسيح هي مرحلة تحضيرية بالنسبة لإلنا، بس لما بيجي الكمال يلي هو يسوع المسيح نحن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة. الحب تغير. قبل يسوع المسيح أنت حب الشخص يلي بيقربك، أنت حب الشخص يلي بحبك، أنت حب الشخص يلي من دينك، أنت حب الشخص يلي من طيفتك، أنت حب الشخص يلي جارك. بس مع يسوع المسيح الحب صار حب ما له حدود. حب عدوك، بارك اللي بيضطهدك، من طلب ثوبك أعطيه رداءك، من سخرك ميل امشي معه ميلين. وهودي الشغلات ما بتشوفوهن إلا بالمسيحية، بولا دين من الأديان بتشوفوا هيدا الشيء إلا بس مع يسوع المسيح. فإذا يسوع المسيح هو البداية وهو النهاية، وكونه إله السلطان إنه هو يكمل ما نقص من كل تعليم الأنبياء والرسل، فإذا هالتعليم هيدا صار كامل مع يسوع المسيح، ومع يسوع المسيح هو الكمال. مشان هيك مربولوس بيقول متى جاء الكامل زال الناقص. فإذا إخوتي الأحبة ملكوت السماء يلي نحن عم نعيشه على هالأرض خلينا نعيشه صح، حتى نعيشه صح، لأنه بيوم من الأيام بدنا نوقف هالوقفة يلي وقفها العبد قدام الله، وبده يقول لي الله أنت قديش حبيت في حياتك، أنت قديش كمية الحب اللي حبيتها. لا رح يسألني عن سيارتي، ولا رح يسألني عن بيتي، ولا رح يسألني إذا أنا كنت ألبس سينية أو مش سينية. بده يسألني شغلة واحدة، أنت قديش حبيت بحياتك. فإذا نسبة الحب وكمية الحب هي يلي جعلت الله يأخذ جسدي أنا الإنسان ويموت كرمالي حتى يرجع يعطيني حياة جديدة، هي ذات الوصية يلي عطاني إياها إنه أنا حب وحب بدون حبوب وبدون حدود. بهذا يعرفكم العالم أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. مشان هيك الحب مع يسوع المسيح ببطل في حب أناني، الحب مع يسوع المسيح بينطلق من الأنانية إلى الحب الجماعي مع الآخرين، حتى كليتنا نكون عم نخلص مع يسوع. حتى إنهي أنا وياكم رح أخبركم خبرية. بخبروا عن هون زلمة معه مصاري وعامل مشروع كتير كبير، فبيجي لعند والمشروع اللي بده هو بده مصاري، بيجي عند ربنا بيقول له يا ربي أنا عندي مشروع كتير مهم
ودافع 5 مليون 6 مليون دولار، ما بدي مليون يا ربي، بس هيك بتعطيني شي مليون دولار. دخيلك يا ربي شي مليون دولار، دخيلك يا ربي شي مليون دولار. بالوقت هو وعم بيصلي هالزلمة بيجي شخص فقير معطر بيركع حد منه وبيقول له يا ربي بدي 50,000 ليرة بس أنا لأنه بدي جيب ربطة خبز حتى طعمي ولادي. يا ربي بدي 50,000 ليرة بس حتى طعمي ولادي. هداك عم بيقول له يا ربي بدي مليون دولار، هداك حاطط راسه بهالأرض وبدق على صدره بيقول له يا ربي بدي 50,000 بس حتى طعمي ولادي. بيقوم الشخص اللي بده مليون دولار بيعطيه 50,000 لهذا الزلمة بيقول له يا رب ركز معي ركز معي. فإذا نحن بحياتنا هاي يا رب ركز معي ركز معي، وشو بدك بغيرك شو بدك بغيري. فمشان هيك يسوع المسيح مع الحب، مع يسوع المسيح نحن بدنا نركز على كل الناس، وبدنا نحب كل الناس، وبدنا نتطلع بكل الناس. ويسوع هو يلي شايفك شايف غيرك. مشان هيك أخوتي الأحبة إن شاء الله هالحب يلي زرعه بقلوبنا يسوع المسيح يكون عن جد عم نعرف إنه نعيشه، حتى نكون عم نشع مسيحيين حقيقيين عم بيوصلوا يسوع للعالم. إله المجد للأبد. آمين. نؤمن بإله واحد.